البيع وعقد اسمه عقد الايجار وعقد اسمه عقد التامين. يعني هتدرسوا كم عقد كده؟ ثلاث عقود، عقد البيع وعقد الايجار وعقد التامين. بس الاول ليه هتدرسوا هذه الماده اصلا؟ المفروض انتوا درستوا السنه الثانيه مصادر الالتزام. يعني ايه مصادر الالتزام؟ علاقه بين طرفين احدهما دائن والاخر مدين. اي علاقه بين شخصين فيها دائن ومدين دي اسمها الالتزام. فدرست السنه الثانيه مصادر الالتزام، واول مصدر من مصادر الالتزام كان العقد. اول مصدر من مصادر الالتزام كان الايه؟ العقد. حتى انت درست مصادر الالتزام خمسه: العقد والاراده المنفرده والعمل غير المشروع والاطراء بلا سبب والقانون. لكن كان اول مصدر درسته السنه الثانيه اسمه الايه؟ العقد. ودرست تفصيلا العقد السنه الثانيه، وعرفتم ان العقد اتفاق بين طرفين او اكثر على احداث اثر قانوني معين. لو اتفقت انا ومع انا وانت على احداث اثر قانوني ده اسمه ايه؟ عقد. واحد يقول لي ازاي؟ في عقد البيع انا ببيع لك شيء، فانا بتفق معاك على ان انا انقل لك الملكيه في مقابل ثمن نقدي. في عقد الايجار انا بتفق معاك، انا مؤجر وانت ايه؟ مستاجر. فبتفق معاك ان انا امكنك من الانتفاع بالعين المؤجره في مقابل اجره كل فتره زمنيه معينه. في عقد التامين انا بتفق معاك، انا شركه تامين، بتفق معاك ان انا امنك من خطر معين، لو حصل الخطر هدفع لك ايه؟ مبلغ التامين. يعني اي عقد في الدنيا، مش العقود الثلاثه اللي انا اديت امثلتها بس، اتفاق بين كام طرف؟ بين طرفين او اكثر على احداث اثر قانوني معين. ده معنى كلمه الايه؟ العقد. بس اللي احنا درسناه في سنه ثانيه كان العقد بوجه عام. لو تتذكروا في سنه ثانيه كنت بتدرسوا معنى العقد، انواع العقود، اركان العقد، كيف ينعقد العقد، ودرستم في اركان العقد التراضي والمحل والايه؟ والسبب. ولازم في شروط لصحه العقد، لازم يكون في اهليه، ولازم يكون خلو الاراده من العيوب اللي هي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال. ده كله درستوه في سنه ثانيه، كيف ينعقد الايه؟ العقد. وبعد ما درستم كيف ينعقد العقد، انعقد العقد خلاص، ما هي الاثار المترتبه على هذا العقد؟ درستم اثر العقد فيما بين طرفيه، واثر العقد بالنسبه للايه؟ للغير. وبعد اثار العقد درستم كيف ينتهي العقد؟ ممكن ينتهي العقد بانتهاء مدته، وممكن ينتهي العقد بالفسخ مثلا، او الانفتاح على حسب التفاصيل اللي احنا قلناها في سنه ثانيه. الكلام ده كله كان بتاع سنه كام؟ ثانيه، اللي هي نظريه العقد. بس ما كناش بندرس عقد بيع ولا عقد ايجار ولا عقد تامين، كنا بندرس العقد بوجه ايه؟ عام. حان الوقت في السنه الثالثه ان تدرسوا تطبيقات للعقود، لنظريه العقد بقى. هتمسك عقد الايه؟ البيع، وتمسك عقد الايجار، وتمسك عقد التامين. في عقد البيع هتدرس كيف ينعقد عقد البيع، وما هي اثار عقد البيع، وكيف ينتهي عقد البيع. نفس الكلام اللي درستوه في نظريه العقد، بس هنا الكلام هيبقى مخصوص على ايه؟ على عقد البيع. والكلام اللي احنا درسناه في سنه ثانيه هينطبق معاك برضه في سنه ايه؟ ثالثه. ما انت لما تدرس كيف ينعقد عقد البيع منطقيا، ازاي ينعقد عقد البيع؟ بالتراضي برضه والمحل والايه؟ والسبب. بس في التراضي بقى تفصلهم، التراضي في البيع بيتم ازاي؟ بيتم التراضي على الشيء المبيع، ويتم التراضي على دفع الثمن النقدي، فتدرسوا فكره المبيع وفكره الايه؟ الثمن. في الايجار بيتم التراضي على ايه؟ بيتم التراضي على ان انا امكنك من الانتفاع بشيء معين في مقابل اجره نقديه معينه. يعني انت هتدرس كل اللي انت درسته في سنه ثانيه، بس هتدرسه مخصوص على كل عقد على ايه؟ على حاجه. يعني اذا النظريه العامه في سنه ثانيه هتاثر ولا مش هتاثر؟ اكيد هتبقى مؤثره في كل العقود. العقود المقرره عليكم ثلاث عقود. العقد الاول عقد البيع، والعقد الثاني عقد الايجار، والعقد الثالث عقد الايه؟ التامين. انا اللي هدرس لكم عقد التامين. يعني انا اللي انا هدرسه عقد التأمين إن شاء الله، لأنكم عارفين إن أنا ضيف على هذه المادة. بس طبعًا أرجو إن إحنا ما نكونش لا أنا ضيف تقيل عليكم في التأمين، ولا أنتوا ضيوف تقال عليا في التأمين. فأرجو في الثلاث محاضرات بتاعة التأمين نلتزم بالفهم والمذاكرة في نفس اليوم. علشان ده طبعًا دي أول مادة، والطالب اللي بيحل في أول مادة بتبقى نفسه مفتوحة يحل في بقية المواد. ولو ما حلتش في اول ماده هتبقى نفسك مسدوده انك حتى تذاكر
بقيه المواد. فيا ريت اول ماده تركزوا فيها كويس جدا يا جماعه. انا هبتدي في عقد التامين. في عموميات الاول هقولها لكم قبل ما ادخل في الموضوعات بتاعتي. لازم نعرف يعني ايه عقد تامين الاول. عقد التامين عقد بينعقد بين طرفين. واحد اسمه المؤمن اللي هو غالبا شركه الايه؟ التامين. واحد اسمه المؤمن لا. المؤمن لا. هقول لكم بالبلدي الاول. اكرم بيخاف على حياته قوي. وعنده عيلين ثلاثة. فبيروح لشركة التأمين فبيقول لها أنا بأمن على حياتي. التأمين، التأمين هنا بيسموه تأمين على الحياة، بس التأمين ضد الوفاة. تأمين على الحياة ضد الإيه؟ الوفاة. بحيث لو هو توفى شركة التأمين تدفع إيه؟ مبلغ معين. يعني هو بيأمن من خطر ولا ما بيأمنش من خطر؟ الخطر ده اسمه خطر الإيه؟ الوفاة. واحد عنده عربية. خايف العربية تتحرق أو تتسرق أو أي شيء، فيروح لشركة التأمين يأمن على العربية ويحدد أنا بيأمن على إيه. بقول لك أنا بأمن على العربية ضد خطر الحريق، بأمن على العربية ضد خطر السرقة مثلا. يبقى التأمين بيبقى من خطر ولا لا؟ التأمين بيبقى من خطر. فدايما الناس متخيلة أن الخطر ده خطر سيء أو خطر شيء سيء. مش بالضرورة. الوفاة فعلا خطر سيء، السرقة خطر سيء، لكن ده ممكن الواحد يأمن ضد خطر سعيد. في واحد يأمن ضد انه يجيله مولود. ما يكون يجيله مولود زيادة، ده خطر ولا مش خطر؟ هو شيء سعيد، بس بيرتب التزامات زيادة عليا ولا ما بيرتبش؟ بيرتب. فأنا أروح شركة التأمين، أقول والله لو أنا خلفت، ده لو شركة التأمين وقفت على ذلك يعني، بس ده خطر سعيد، أنا لو أنا خلفت هدفع مبلغ، تدفعوا لي مبلغ إيه؟ معين. او في خطر ضد الزواج. يعني ايه خطر ضد الزواج؟ يعني واحد بيقول ان انا لو اتجوزوا بناتي اخد مبلغ من شركه الايه؟ التامين. وشركات التامين بتعمل العروض دي على فكره دلوقتي. يعني يجي على واحد بس بيلاقي واحد لسه صغير، لسه عنده اولاد صغيرين، يقول له انت هتدفع لنا اقساط بحيث لما يجوا اولادك بتم الزواج احنا هندفع لك مبلغ ايه؟ معين. التامين هنا ضد خطر الايه؟ الزواج. واحد يقول لي هو الزواج خطر؟ ده شيء سعيد. اقول لك ايوه، ما هو الخطر قد يكون سعيدا وقد يكون ايه؟ سعيدا. هو انا مش قلت لكم في تامين على الحياه؟ التامين على الحياه ده نوعين. لما واحد يأمن على الحياه ده كم نوع؟ نوعين. النوع الاول تامين على الحياه ضد الوفاه، والوفاه خطر، ما هو سعيد. وفي تأمين على الحياة ضد البقاء. تأمين على الحياة ضد الايه؟ البقاء. واحد يقول لي ايه؟ اروح شركة التأمين اقول لهم لو انا عشت بعد الستين تدفعوا لي مبلغ ايه؟ معين. او تدفعوا لي مع الشهري مثلا. طب التأمين هنا هل ضد وفاتي ولا ضد بقائي بعد الستين؟ ضد البقاء. يعني ده حادث تعيس ولا حادث سعيد؟ حادث سعيد. يعني الجوهر بالنسبة لي في التأمين ما هيش فكرة الحادث كويس ولا الحادث وحش، الجوهر أن هناك خطر معين. لما أنا أجوز بناتي في خطر، إن أنا هبقى خطر بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا هيبقى عليا التزامات مادية كبيرة. لما أنا أبقى بعد سن الستين ده شيء كويس، بس خطر بالنسبة لي. ما أنا بعد سن الستين ما عنديش داخل وأبقى عايز داخل، ففي خطر. أو الوفاة ده في حد ذاتها خطر، السرقة ده في حد ذاتها إيه؟ خطر. يعني التأمين المؤمن بيأمن المؤمن له ضد وقوع خطر إيه؟ معين. والمؤمن له اللي هو الإنسان ده بيدفع قسط اسمه قسط التأمين. بيدفع قسط اسمه قسط الإيه؟ التأمين. وشركة التأمين اللي هي المؤمن بتدفع له مبلغ التأمين إذا تحقق الإيه؟ الخطأ. فالتأمين فكرة احتمالية ولا ما هيش احتمالية؟ احتمالية طبعا، لأن قد يتحقق الخطر وقد لا يتحقق الإيه؟ الخطر. ممكن أنا النهاردة أروح شركة التأمين أقول لهم أنا أأمن على حياتي بمبلغ وقدره 250,000 جنيه. يقول لي طب أنت هتدفع قسط شهري 50 جنيه. أقول لهم ماشي، دفعت الشهر ده، يبقى أنا اللي دفعت لشركة التأمين قد إيه؟ 50 جنيه. وجات وانا ماشي في الطريق ضربتني عربيه ومت مثلا، هيدفعوا المبلغ ولا مش هيدفعوا المبلغ؟ هم خدوا مني كام؟ 50 جنيه. هيدفعوا مبلغ كام للاولاد؟ 250,000. وقد يحدث انك ما تموتش خلال الفتره المتفق عليها في عقد الايه؟ التامين. فشركه التامين تبقى لمت ايه؟ فلوس كتير. يعني فكره التامين فكره ايه؟ احتماليه. في ساعات مثلا انا عندي عربيه هامن عليها السنه دي مثلا ب 3000 جنيه. ضد خطر السرقه او ضد خطر الحريق.
او ضد اي خطر ايا كان. فتيجي العربيه تتسرق، انا دافع السنه دي كام؟ 3000 جنيه. العربيه اتسرقت السنه دي هيدفعوا لي مبلغ الايه؟ العربيه اللي هو مثلا 50 60 الف ولا 70. يبقى معنى ذلك التامين فين؟ التامين في حد ذاته قائم على فكره الاحتمال ولا قائم على فكره اليقين والتاكيد؟ قائم على فكره الاحتمال، يعني كلمه الخطر ذات نفسها قد يتحقق وقد لا ايه؟ وقد لا يتحقق. واضح الكلام ولا مش واضح؟ دي الفكره الرئيسيه في الايه؟ في التامين. ان المؤمن يبقى التامين عندي كم طرف؟ طرفين، واحد اسمه المؤمن، واحد اسمه المؤمن له. والمؤمن اللي هو شركه التامين غالبا بيؤمن المؤمن له ضد تحقق خطر ايه؟ معين، سواء خطر سعيد سواء خطر غير ايه؟ سعيد. المهم التامين قائم على فكره الخطر ولا لا؟ قائم على فكره الخطر. فاول ما يجي في دماغك كلمه الخطر تيجي في دماغك فكره الايه؟ التامين. وبيدفع قسط كمان، يعني هندرس فكره الخطر وندرس فكره القسط ومبلغ التامين. والتامين زي ما قلنا في نوعين، في تامين اشخاص وتامين اضرار. لما يجي يامنك من الحياه، تامين على الحياه، ده تامين اضرار ولا تامين اشخاص؟ تامين اشخاص. لكن لما يجي يامن على البضاعه او على العربيه، ده تامين اشخاص؟ لا. يعني لما اتكلم عن تامين حياه، تامين من مرض الشخص او من عجز الشخص، ده تامين ايه؟ اشخاص، متعلق باشخاص. لكن لما تامن على بضاعه او تامن على عربيه، ده تامين اشخاص ولا تامين اضرار؟ هذا يسمى تامين الايه؟ الاضرار. دي فكره عامه عن عقد التأمين قبل ما ندخل في الموضوعات بتاعته. يعني كل اللي انا قلته من اول المحاضرة انكم تدرسوا نظرية، زي ما درسوا نظرية العقد السنة الثانية بوجه عام، بتدرسوا تطبيقات لنظرية العقد عندنا في مادة القانون المدني. التطبيقات دي هتدرسوا فيها كم عقد؟ 3 عقود فقط، عقد البيع وعقد الإيجار وعقد التأمين. وتسمى هذه العقود دي وغيرها العقود المسماة. احنا هندرس مع بعضنا عقد اسمه عقد الايه؟ التامين. وقلنا ان التامين جوهره فكره الخطر، جوهر التامين فكره الايه؟ الخطر. يعني انا بامن ضد خطر معين، ويبقى عندي مؤمن، ويبقى عندي مؤمن له، سواء المؤمن او المؤمن له بيعملوا عقد التامين مع بعضهم. المؤمن بيؤمن المؤمن له من خطر معين، قد يكون خطرا سعيدا وقد لا يكون خطرا ايه؟ سعيدا. والتامين بهذا الشكل على كم نوع؟ نوعين، تامين اشخاص وتامين ايه؟ اضرار. لكن النقطه اللي لازم تكون عارفينها ان جوهر عقد التامين فكره اسمها فكره الاحتمال. فكره اسمها فكره الايه؟ الاحتمال. في ضوء ذلك هندرس موضوعاتنا في عقد التامين. اكيد طالما قلت لكم ان التامين بيقوم على فكره الخطر، يبقى اول موضوع لازم ندرسه هو موضوع الايه؟ الخطر. الخطر يا جماعه امر مؤكد ولا غير مؤكد؟ الخطر امر مؤكد ولا غير مؤكد؟ غير مؤكد. وامر حدث ولا امر مستقبل؟ يعني في شروط معينه للخطر. اول شرط ان يكون امرا غير مؤكد، ان يكون الخطر امر غير ايه؟ مؤكد. لانه لو مؤكد مش هيبقى خطر. نمره واحد. نمره اثنين، ان يكون الخطر امر مستقبلا، امر هيحدث في الايه؟ في المستقبل. وان يكون الخطر امرا ممكنا. الشرط الثالث. الشرط الرابع، الا يكون الخطر متعلق على اراده احد الطرفين. الشرط الخامس، ان يكون محل الخطر امر مشروع غير مخالف للنظام العام والايه؟ والاداب. ده من اهم الموضوعات في المنهج يا جماعه، شروط الخطر. يبقى انا هجري شروط الخطر، هجري كم شرط في شروط الخطر؟ 5 شروط. الشرط الاول ان يكون الخطر امر ايه؟ غير مؤكد. ان يكون الخطر امرا مستقبلا، ان يكون الخطر امرا ممكنا، الا يكون متعلقا على اراده الايه؟ الطرفين. اخيرا ان يكون محل الخطر امر مشروع، يعني ما هوش مخالف للنظام العام والايه؟ والاداب. يعني هجري كم شرط كده؟ 5. نتولى كل شرط بالتفصيل. أول شرط يا جماعة أن يكون الخطر أمر غير مؤكد. عارفين يعني غير مؤكد؟ يعني غير متيقن من وقوعه. في شك، قد يقع وقد لا إيه؟ يقع. والخطر بيكون أمر غير مؤكد من ناحيتين. ممكن يكون الواقعة ذات نفسها غير مؤكدة الوقوع، قد تحدث وقد لا إيه؟ تحدث.
يعني بأمن على سرقة عربية ضد سرقة عربية فقد تسرق وقبلها ايه؟ تسرق. بأمن على بضاعة ضد الحريق قد تحرق وقبلها ايه؟ تحرق. بأمن ضد المسؤولية. يعني ايه التأمين ضد المسؤولية؟ يعني بأمن ان انا لو وانا ماشي بالعربية ضربت واحد ده اسمه تأمين ضد المسؤولية، ما تدفعش انا التعويض، شركة التأمين هي اللي تدفع الايه؟ التعويض. قد يقع الحادث وقد لا يقع الايه؟ الحادث. فأول حاجة ممكن الوقعة ذات نفسها تكون غير مؤكدة الوقوع. وممكن الواقعة تكون مؤكدة، كل ما هنالك تاريخها هو اللي غير ايه مؤكد. يعني لما بأمن ضد الوفاة، الوفاة مؤكدة ولا لا؟ كل نفس ذائقة الموت. طيب معنى ذلك الوفاة امر مؤكد. واحد يقول طب لما الوفاة امر مؤكد وانت بتقول الخطر لابد ان يكون غير مؤكد، اقول لك اللي غير مؤكد مش تحقق الواقعة وانما تاريخ تحقق الايه الواقعة، هو الامر غير الايه المؤكد. يبقى اذا اول شرط في الخطر ان يكون امرا غير ايه مؤكد، يعني فيه عدم يقين او فيه شك معين قد يحدث وقد لا ايه يحدث، وعدم التأكيد قد ينصب على الواقعة وقد ينصب على تاريخ وقوع الايه الواقعة. قد ينصب على الواقعة ازاي؟ التأمين ضد الحريق وضد السرقة وضد المسؤولية ان يحدث مسؤولية لأحد المرة مثلا، في هذه الحالة هذا التأمين قد يحدث وقد لا ايه يحدث، الخطر ممكن يتحقق وممكن ما يتحققش، لكن ممكن يكون الامر متعلق مش بوقوع الواقعة وانما بتاريخ وقوع الواقعة. يعني الامر مش متعلق بالواقعة ذاتها وانما متعلق بتاريخ ايه وقوعها. واحد يقول لي متعلق بتاريخ وقوعها ازاي؟ اقول لك ببساطة شديدة جدا، التأمين ضد الوفاة، الوفاة تقع ولا ما بتقعش؟ الامر غير مؤكد ولا امر مؤكد؟ وفي واحد ما بيموتش يا جماعة، لكن المهم بقى تاريخ وقوع الايه الواقعة. وهنا نستنبط عبارة هامة جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ان الخطر يشمل دائرة الشرط ودائرة الاجل. فاكرين الشرط والاجل اللي احنا درسناه سنة تانية؟ الفرق بين الشرط والاجل ايه؟ الشرط امر مستقبل، حاجة هتحدث في المستقبل بس غير محققة، اقول لك هدفع لك 10,000 جنيه لو نجحت في امتحان، ممكن تنجح وممكن ايه ما تنجحش. لكن الاجل امر محقق ولا مش محقق؟ الاجل امر محقق. الوفاء شرط ولا اجل؟ الوفاء شرط ولا اجل؟ اجل. حتى لو كان تاريخها هو اللي غير محقق، كل الواقعه ايه محقق. يعني الخطر قد يكون في دائره الشرط وده الغالب لان الشرط امر غير مؤكد الايه الوقوع، وقد يكون في دائره الايه الاجل، لان انا قلت لكم التامين على الوفاء، الوفاء كده كده خطر وبالرغم من ذلك هي اجل ولا لا؟ وده معنى العباره اللي انا قلت لكم عليها، ان الخطر في عقد التامين يشمل دائره الشرط ويشمل دائره الايه الاجل. ده اول شرط من شروط الخطر. انا بتكلم من الموضوع ده موضوع امتحان يا جماعه، تعرفت تركيزهم فيه. الشرط الاول ان يكون الخطر امر غير ايه مؤكد. واحد يقول لي يعني ايه الخطر امر غير مؤكد؟ يعني غير متيقن من وقوعه، في شك في وقوع هذا الايه الخطر. وعدم التاكيد قد يرجع الى احد امرين، قد يرجع عدم التاكيد اولا الى عدم تاكيد الواقعه ذات نفسها انها تحدث ولا ما تحدثش، زي التامين ضد السرقه والتامين ضد الحريق، الحاجات دي قد تحدث وقد لا ايه تحدث. وقد يكون الواقعه ذات نفسها مؤكده الوقوع لكن تاريخها غير مؤكد الايه الوقوع، زي التامين ضد الوفاه، الوفاة مؤكدة الوقوع، كل نفس ذائقة الموت، لكن تاريخها هو اللي غير ايه؟ مؤكد. يعني ينفع أأمن ضد خطر، الواقعة ذات نفسها مش مؤكدة، أو الواقعة مؤكدة لكن تاريخها غير ايه؟ مؤكد. يعني ينفع أأمن سواء الخطر ده شرط أو الخطر ده ايه؟ أجل. يبقى الخطر في عقد التأمين دائرته تشمل الشرط وتشمل الايه؟ الأجل. ده أول شرط، في أي مشكلة فيه؟ أولاً أن يكون الخطر أمر غير مؤكد. ثانيا ان يكون الخطر امرا مستقبلا، لازم الخطر يكون امر ايه مستقبلا. اما لو كان ينفع تامن ضد خطر حدث بالفعل، تامن ضد حريق سياره وهي اتحرقت، تامن ضد سرقه سياره وهي اتسرقت، ما ينفعش. ليه؟ لان لازم علشان اقول خطر امر احتمالي قد يحدث وقد لا يحدث، كل حدث في المستقبل ففي الماضي معنى كده ان هو امر احتمالي؟ لا. اذا الخطر لابد ان يكون امرا مستقبلا. الخطر لابد ان يكون امرا ايه؟ مستقبلا. يبقى اذا لو ورد التامين
على خطر تحقق بالفعل عقد صحيح ولا باطل. ورد التأمين على خطر تحقق بالفعل، بتأمن ضد حريق سيارة والسيارة كانت احترقت من قبل العقد، التأمين صحيح ولا باطل؟ حد يقول لي باطل ايه؟ التأسيس القانوني بقى الانعدام محل الانعدام ايه؟ هو مش اي عقد في الدنيا عشان ينعقد لازم تراضي ومحل يرد عليه العقد. هو هنا العقد وارد على خطر موجود اصلا، الخطر مش موجود، الخطر العدم يا جماعة. لا يقوم عقد التأمين في هذه الحالة حتى ولو كان المتعاقدين يجهلان ان الواقعة قد وقعت. يعني انا بأمن على عربية وانا ما اعرفش انها اتسرقت، ورحت عملت عقد التأمين وتبين انها اتسرقت قبل عقد التأمين بساعة مثلا، عقد التأمين هل يصح؟ لا. الخطر هنا اللي احنا عملناه بيسموه الخطر الوهمي او الخطر الظني. احنا متصورين ان فيه خطأ خطر، لكن هل الخطر موجود اصلا؟ لا. لا يتوب فكرة ايه الخطر كاني جزية دي. انا بشترط ان الخطر يكون امر وقع ولا امر مستقبل؟ امر مستقبل. فاذا كان الخطر قد وقع يبطل عقد التأمين للانعدام محله، والبطلان هنا مطلق، يعني هيبقى باطل سواء المتعاقدين يعلم بان الخطر قد تحقق او لا يعلم بايه بذلك. يبقى لو المتعاقدين متصورين ان في خطر مثلا، لو المتعاقدين متصورين ان في خطر فيسمى خطر وهمي او خطر ايه ظني، وانا عملت عقد التامين من سرقه السياره بتاعتي او حرقها وانا ما اعلمش انها اتسرقت او ايه او احترقت، وتبين انها سرقت او احترقت قبل عقد الايه التامين، في هذه الحاله الخطر هنا هل كان موجود عند عقد التامين؟ لا. يبقى يبطل عقد الايه التامين. اذا اريد ان اسالكم سؤالا، هل يجوز التامين من الخطر الوهمي او الخطر الظني؟ لا. اللهم إلا استثناء وحيدا ورد في قانون التجارة البحرية، القانون البحر الذي الدستور سنة رابعة إن شاء الله بيقول لك في التأمين البحري يجوز التأمين من الخطر الوهمي أو الظني. يعني السفينة وهي جاية في البحر تاخد طفرة كبيرة، فأنا بأمن على البضاعة اللي على السفينة مثلا، طب تبين بعد ما أمنت ان كانت البضاعة هلكت او تلفت قبل عقد التأمين، عقد التأمين هل يبقى باطل؟ لا. بس ده اصعب ولا استثناء؟ استثناء. يبقى ما خلا هذا الاستثناء ما عدا هذا الاستثناء في اي تأمين اخر، كان ده في التأمين الايه البحري بس اللي هو التأمين على السفينة والبضاعة اللي على السفينة. والحكمة منه ايه؟ الحكمة منه ان السفينة بتكون بعيدة عني اصلا ومش عارف جاية امتى ومش عارف هتيجي ازاي، والبضاعة هتهلك ولا مش هتهلك، فطبيعي انا ممكن امن عليها وانا لا اعلم البضاعة حدث لها الخطر ولا لم يحدث لها الايه الخطر. ففي هذه الحالة المشرع تتاهل وقال لي والله لو رحت عقدت عقد تأمين بحري وتبين بعد ذلك ان الخطر قد تحقق للبضاعة قبل عقد التأمين برضه التأمين تأمين ايه صحيح. يبقى اذا التأمين من الخطر الوهمي او الظني جائز ولا باطل في كل انواع التأمين، تأمين بحري، تأمين بري، تأمين جوي، او في التأمين بصفة عامة لا يجوز التأمين من الخطر الوهمي او الظني. مؤمن؟ احنا مش هنهرب، انت ومحمد واللي جنبه مرة تانية تطلعوا بره. انا بقول لك من ساعة من اول المحاضرة انا بلاحظت مش عايز كلام كتير، وانا بقول لكم احنا انا ضيف عليكم وانتوا ضيف عليا في ماده القانون المدني، فيعني مش عايزين الضيافه تاخد اكتر من حدها. دلوقتي هل يجوز التامين من الخطر الوهمي او الظني؟ في القواعد العامه في التامين البري لا يجوز التامين، لان لابد ان يكون الخطر امرا ايه مستقبلا. لكن في التأمين البحري ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. يبقى انا شفت كم شرط لغايه دلوقتي يا جماعه، شرطين. الشرط الاول ان يكون الخطر امر غير مؤكد، والشرط الثاني ان يكون الخطر امرا ايه مستقبلا. وتحت ان الخطر امر مستقبل اثرت فكره هل يجوز التأمين من الخطر الوهمي او الظني، وقلنا انه في التأمين البري لا يجوز ذلك، لكن في التأمين البحري ده استثناء، جائز ولا مش جائز؟ جائز. الشرط الثالث أن يكون الخطر أمرا ممكنا، أن يكون الخطر أمر
ممكن. عارفين كلمة ممكن ضد ايه؟ ضد مستحيل. هل ينفع تحقق تعمل تأمين من أقطار مستحيلة؟ سواء كانت الاستحالة راجعة لذاتها أو لهلاك محل التعاطف. واحد يقول لي يعني استحالة في ذاتها؟ ده خلاص عدوا متمهت. يلا يا جماعة ده تتنام بس عشان الشتاء. احنا دلوقتي قلنا الشرط الاول ان يكون الخطر امرا غير مؤكد الوقوع، وقلنا الشرط الثاني ان يكون الخطر امرا ايه؟ مستقبلا. لحد نسيته ان يكون الخطر امرا مستقبلا. انا بدرس دلوقتي في الشرط الثالث اللي هو ان يكون الخطر امرا ممكنا. يعني ايه كلمه ممكن؟ لو الخطر مستحيل في ذاته هل يتصور فكره التامين؟ لا. واحد يقول لي يعني ايه ينفع واحد يأمن ضد خطر انطفاء الشمس مثلا؟ الشمس ما تظهرش خالص، ينفع واحد يأمن ضد هذا الأمر؟ ده أمر بيسمى مستحيل في ذاته، حتى أنتم يعني تبتسموا لما تسمعوا هذه العبارة. لا يجوز التأمين من الأخطار المستحيلة في ذاتها، لأن الخطر أمر احتمالي في حد إيه؟ في حد ذاته. طيب خدوا الأمثلة دي. دلوقتي أنا رحت أأمن على عربية من الحريق. وتبين ان السيارة اصلا هلكت. مش تحال ايه؟ تبين ان السيارة ايه؟ هلكت. هل يرد التأمين على محل موجود دلوقتي؟ انت بتأمن على العربية ضد الحريق، وكانت السيارة اصلا هلكت. في هذه الحالة هل المحل موجود؟ لا. يبقى العقد صحيح ولا باطل؟ باطل. ده حتى بعد انعقاد العقد، عقدنا العقد النهاردة. وأمنت ضد خطر الحريق. والسيارة ما اتحرقتش. اتسرقت. عقد التأمين يحصل فيه ايه؟ هل شركة التأمين هتدفع مبلغ التأمين؟ انت مأمن ضد ايه؟ ضد الحريق. يعني لو اتحرقت السيارة هيدفع مبلغ التأمين، لكن هنا ما اتحرقتش السيارة، اتسرقت الايه؟ السيارة. عقد التأمين هل وارد على محل حاليا؟ لا، ينفسخ العقد في هذه الحالة. يبقى تاني أنا بقول لكم إن عقد التأمين علشان ينعقد لابد أن يكون الخطر أمر ممكن. فإذا كان الخطر أمرا مستحيلا لا يمكن أن يوجد عقد التأمين. واحد يقول لي مستحيل إزاي؟ ممكن يكون مستحيل في ذاته، زي واحد بيأمن ضد خطر انطفاء الشمس، ده كده كده عقد التأمين إيه؟ باطل. وممكن يكون مستحيل لإنعدام محله. واحد يقول لي يعني إيه مستحيل لإنعدام محله؟ يعني دلوقتي أنا بأمن ضد حريق سيارة وتبين إن السيارة سرقت، يبقى التأمين صحيح ولا باطل؟ باطل. ده إمتى يكون باطل؟ لو كانت اتسرقت السيارة امتى؟ قبل انعقاد عقد التأمين. لكن لو كانت اتسرقت السيارة بعد انعقاد عقد التأمين، هل نقول التأمين باطل ولا يتفسخ العقد؟ يتفسخ العقد. يبقى شفت كم شرط الى الان؟ شفت ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون الخطر امر غير ايه؟ مؤكد. الشرط الثاني ان يكون الخطر امرا مستقبلا. الشرط الثالث أن يكون الخطر أمرا إيه؟ ممكنا. الشرط الرابع بقى أن يكون الخطر غير معلق على إرادة أحد الطرفين.
احنا دايما من اول ما ابتديت محاضرتي بقول لكم لازم يكون الخطر والتأمين كله عملية مؤكدة ولا احتمالية؟ طب ينفع الخطر يكون معلق تحققه معلق على ارادة احد الطرفين؟ ما هو لو معلق على الارادة هيبقى احتمالي؟ هيبقى مؤكد. اديكم امثلة. يعني مثلا واحد بيأمن ضد الوفاة وراح انتحر. واحد بيأمن ضد الوفاة وراح انتحر. هل اهله ياخدوا مبلغ التأمين؟ لا. واحد يقول لي ليه؟ لان الخطر هنا تحقق بفعل من مين؟ من المؤمن له. يعني الخطر تحقق بإرادة احد الايه؟ الطرفين. علشان كده لو واحد بيأمن على مصنعه وحرق هو المصنع. تحصل كتير على فكرة. لما التجار اللي هم غير مستدينين يعني تاجر يأمن على المصنع في قيمة كبيرة جدا 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 كذا مليون وهو مصنعه أصلا مشك على الإفلاس فيجي بعد كده يشيل البضاعة الثمينة من المصنع ويحرق المصنع أو يخلي حد يحرق المصنع ده كله علشان ياخد مبلغ التأمين اللي هو أكبر بكتير من قيمة المصنع. فالمهم لو تبين إن الشخص قام بخطأ منه أو عمدا منه أو غشا منه بالقيام بتحقق الخطر هل ياخد مبلغ التأمين؟ انا بقول لك لابد ان يكون الخطر غير معلق على مفيش حد هيدخل ايا كان مفيش حد هيدخل ايا كان معلش يبقى دلوقتي انا بقول الخطر ببساطة شديدة لازم يكون امر مستقبل ويكون امر احتمالي ففكرة المستقبلية والاحتمالية لو معلقة على ارادة احد الطرفين هل يبقى احتمالي؟ انت خليته كده مؤكد. لما انا اقول لك انا بأمن على حياتي وانا اللي انهي حياتي او بأمن مثلا على والدي وانا اللي انهي حياة والدي يبقى معنى ذلك تحقق الخطر هل بالاحتمال ولا بارادة المؤمن له؟ بارادة المؤمن له. وهل يجوز اصلا الالتزام يكون معلق على شرط ارادي محض؟ انتوا درستوا في سنة تانية. هل يجوز ان الشرط يكون معلق على محض ارادة المدين؟ لا. وكذلك عندي لا يجوز ان يكون معلق على محض ارادة المؤمن له في عقد التأمين. لان فكرة الخطر بطبيعتها فكرة مؤكدة ولا فكرة احتمالية؟ فكرة احتمالية. علشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك ان شركة التأمين اللي هي المؤمن مش هيعوضك الا اذا كان الخطر الذي تحقق بعيدا عنك. يعني بقوة قهرة بسبب اجنبي بحاجة بعيد عنك. لكن لو انت اللي عملت غش او انت اللي ارتكبت خطأ جسيم تحقق بسبب الخطر في هذه الحالة هل يمكن ان تأخذ مبلغ التأمين؟ لا. وديتكم مثال شخص مثلا امن على حياته ضد الوفاة وبعد ما امن على حياته ضد الوفاة راح انتحر هل اولاده ياخذوا مبلغ التأمين؟ لا. لان هو اللي حقق الخطر بارادته. يبقى كده خدنا كم شرط يا جماعة؟ خدنا اربع شروط. ان يكون الخطر امر غير ايه؟ مؤكد. ان يكون الخطر امر ايه؟ مستقبل. ان يكون الخطر امرا ممكنا. الا يكون الخطر معلق على محض ارادة احد طرفي عقد التأمين. اخر شرط ده شرط منطقي. ان يكون محل الخطر مشروع غير مخالف للنظام العام والاداب. لازم يكون محل الخطر محل مشروع. واحد يقول لي ازاي؟ ينفع تاجر رقيق، انتوا عارفين الرق اتلغى وان التجارة في الرق اصبحت مجرمة واللي بيتاجر في الرقيق دلوقتي جريمة وبقت جريمة دولية دلوقتي كمان. بس المهم ينفع تاجر رقيق يأمن على خطر يتحقق بسبب هذا الرقيق؟ لا. لان الامر مشروع ولا امر غير مشروع؟ امر غير مشروع. ينفع واحد بيستورد شحنة مخدرات من بره يأمن على المخدرات وهي جاية علشان لو البوليس قبض عليها او قبض عليه ومسك المخدرات ياخد مبلغ التأمين؟ لا. لان الامر امر غير ايه؟ مشروع. بل ده الامر بيكون غير مشروع لو سبب الشيء غير مشروع. يعني ينفع مثلا واحد محكوم عليه بالاعدام في جريمة خيانة عظمى او اي جريمة مثلا يأمن ضد الوفاة؟ لان سبب التأمين هنا مشروع ولا غير مشروع؟ ما انت عارف ان هيتم اعدامك بسبب جريمة جنائية فالسبب غير ايه؟ مشروع. اللي انا قلته ده يا جماعة شروط الخطر محل التأمين وده موضع امتحان.
شروط الخطر محل الايه التأمين، وده موضع امتحان شفنا فيه كم شهر، خمس شروط: ان يكون الخطر امرا غير مؤكد، ان يكون الخطر امرا مستقبلا، ان يكون الخطر امرا ممكنا، وان يكون الخطر غير معلق على ارادة احد الطرفين، وان يكون محل الخطر محلا ايه مشروعا. ده اول سؤال متوقع ان يجي في امتحان، وفيه ثلاث اربع اسئلة كده على المنهج بالكامل في اهمها على الاطلاق، لكن طبعا احنا هنشرح كله، لكن انا الاسئلة الاكثر اهمية بقول لكم عليها، وده من اكثر الموضوعات اهمية. طبعا مش هيتم فهما كاملا غير اللي قاعد من اول المحاضرة، شيء بديه. النقطة الثانية: انواع الخطر في التأمين. الخطر في التأمين قد يكون خطر ثابت وقد يكون خطر متغير. الخطر في التأمين قد يكون خطرا يا هوالي ايه، الخطر في التأمين قد يكون خطرا ثابتا وقد يكون خطرا ايه متغيرا. واحد يقول لي يعني ايه خطر ثابت ويعني ايه خطر متغير؟ لو درجة احتمال الخطر على مدار فترة زمنية معينة ثابتة، يبقى الخطر هنا خطر ايه ثابت. لكن لو مع الزمن بتتغير، هل الخطر يبقى ثابت ولا متغير؟ متغير. واحد يقول لي ازاي؟ الأمثلة هي اللي توضح. في خطر ضد الشتاء والصقيع. واحد بيأمن على بضاعة أو بيأمن على أشياء ضد خطر إن ينزل عليها مطر أو الصقيع مثلا. الشتاء والصقيع إلى حد ما ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت في فصل الشتاء. السنة دي هو في فصل الشتاء. السنة الجاية هو فصل الشتاء، السنة اللي بعدها. بيتميز بالثبات النسبي. الثبات مفيش حاجة ثابتة مطلقا على فكرة يا جماعة. يعني ثبات مطلقا ممكن دي ما تشتي النهاردة أكتر ما تشتي أو تشتي السنة دي أكتر ما تشتي السنة اللي جاية. لكن الثبات من حيث الظروف المناخية ثابت ثبات إيه نسبي. فيسمى الخطر هنا خطر إيه نسبي. لكن واحد يقول لي خطر متغير يعني إيه؟ يعني بيتغير من سنة لسنة أو من فترة لإيه لفترة. والخطر المتغير قد يكون خطر متغير متزايد وقد يكون خطر متغير متناقض. يعني الخطر المتغير ممكن يكون متزايد وممكن يكون ايه متناقض. واحد يقول لي ازاي؟ واحد امن على حياته ضد الوفاة. التأمين على الحياة ضد الوفاة، كلما مر به العمر زاد الخطر ولا لا؟ ردوا عليا بكذوا كده. واحد امن على حياته ضد الوفاة، لو هو في سن الاربعين الخطر ما هوش كبير قوي، كل ما يزيد في العمر وصل سن الخمسين وصل سن الستين بيقترب من الوفاة ولا ما بيقترب شيء؟ بيقترب من الوفاة. يعني الخطر بيزيد ولا ما بيزيد شيء؟ الخطر بيزيد. فقد يكون الخطر المتغير متزايد. اخيرا قد يكون الخطر المتغير على العكس، خطر متغير ايه متناقض. خطر متغير متناقض، يعني الخطر ما بيزيدش، الخطر ايه بينقص. واحد يقول لي بينقص ازاي؟ التأمين على الحياة برضه، بس مش ضد الوفاة، ضد البقاء اللي انا قلتها لكم في اول المحاضرة. نفترض مثلا ان انا قلت كلما لو انا وصلت لسن الستين ولا سن السبعين مثلا هاخد مبلغ التأمين، لو انا كملت حي لغاية سن الايه السبعين. طب ما هو كلما اقتربنا من سن السبعين الخطر بيتزايد ولا بيتناقص؟ بيتناقص، لانك وارد لما قبل ما نوصل للسبعين انك تموت ولا لا؟ وارد ان الشخص يموت قبل سن السبعين. فيبقى الخطر هنا متزايد ولا متناقض؟ الخطر متناقض. تاني، انا بتكلم عن انواع الخطر من حيث الثبات والايه التغير. انواع الخطر من حيث الثبات والتغير بتتمثل في خطر ثابت وخطر ايه متغير. والخطر المتغير قد يكون خطر متغير متزايد وقد يكون خطر متغير ايه متناقض. اللي فهمكم الموضوع احنا قلنا العنوان بتاعكم خطر ثابت وخطر ايه متغير. داخل المتغير متغير متزايد ومتغير ايه متناقض. الخطر الثابت هو الخطر الذي
الفكرة بتاعته ثابتة نسبيا من في كل فترة ايه زمنية، زي الخطر ضد الشتاء وضد الايه الصقيع، ده من سنة لسنة. هل بيتغير؟ هو ممكن يتغير خلال فصول السنة، يعني ما هو فيش في الصيف خطر ضد الشتاء، لكن من سنة لسنة الخطر إلى حد ما ايه ثابت. لكن الخطر المتغير، الخطر بيتغير سواء متزايد او ايه او متناقص. واحد يقول لي متزايد ازاي او متناقص ازاي؟ الخطر بيبقى متزايد اذا كان تأمين على الحياة ضد الايه الوفاة، لان ضد الوفاة كلما مر بك العمر كلما زاد الخطر لان اقتربت ايه وفاتك. لكن لما يكون العكس، تأمين على الحياة مش ضد الوفاة، ضد البقاء اللي انا قلتها في اول المحاضرة، كلما زاد العمر كلما قل الخطر ولا لا؟ ده انواع الايه الخطر من حيث الثبات والتغير. اخر موضوع هقوله لكم اللي هو الخطر قد يكون معينا او غير معين، ده من حيث محل تعيين الخطر. الخطر قد يكون معين وقد يكون غير معين، ده من حيث تعيين محل الايه الخطر. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك ركز معايا، انا بامن على العرضيه دي ضد السرقه او ضد الحريق، معروف قيمتها ولا مش معروف قيمتها؟ معروف قيمتها. يعني محل الخطر هنا معين ولا غير معين؟ محل الخطر هنا ايه معين. احنا بنعين، بقول لك انا بامن على العرضيه بمبلغ 90,000 مثلا، فحددنا المبلغ بتاع التامين من البدايه ولا لا؟ واحد يقول لي حددته ليه؟ لان الخطر خطر ايه معين. لكن قد يحدث ان يكون الخطر العكس، خطر غير معين. واحد هيقول لي يعني ايه خطر غير معين؟ يعني ببساطة شديدة جدا، دلوقتي انا امنت على بضائع هتتحط في مخزن، وحدث حريق من الحريق، وحدث حريق، هل معروف الحريق ده هياخد البضاعة كلها ولا جزء من البضاعة؟ وهل معروف ان الحريق اللي هو على المخزن بالكامل هياخد بضاعتي ولا هياخد بضاعة فلان ولا هياخد بضاعة علان؟ لا، انا بأمن ضد خطر الايه الحريق. او واحد بيأمن مثلا ضد حادث، ما هو الحادث ده لو يعمل حادثة بالعربية بتاعته ممكن الحادثة دي تؤدي الى كسر في الرجل للشخص الثاني، وممكن تؤدي الى الوفاة. فالخطر من البداية هنا، هل هو معين ولا غير معين؟ غير معين. طب يتعين مبلغ التأمين امتى؟ يتعين مبلغ التأمين عند عقد التأمين ولا بعد وقوع الحادث؟ بعد وقوع الحادث. يبقى اذا الخطر من حيث تعيين محله قد يكون خطرا معينا وقد يكون خطر غير ايه معين. امتى يكون الخطر معين وامتى يكون غير معين؟ واهمية التفرقة بينهم ايه؟ امتى يكون الخطر معين؟ لما يكون الشيء محل الخطر شيء معين، زي مثلا واحد بيأمن على منزله او واحد بيأمن على سيارته، معروف المنزل من البداية ومعروف السيارة من البداية، فلا يبقى اسم الخطر هنا خطر ايه معين. المحل هنا معين من البداية ولا لا؟ المحل معين من البداية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قد يكون الخطر خطر غير معين، ممكن يكون الخطر غير معين. ازاي الخطر غير معين؟ حريق مثلا، بأمن ضد الحريق على بضاعة موجودة في مخزن، او بأمن ضد المسؤولية. طب انت عارف من البداية البضاعة بايه اللي هيثبت فيها؟ لا. عارف من البداية الحادثة انت بتأمن ضد حتى انت ممكن تعملها للغير، انت عارف من البداية حتى هتعمل ايه في الغير؟ هتكسر الغير ولا هتموته مثلا؟ لا. الخطر هنا هل هو معين من البداية ولا قابل للتعيين؟ قابل للتعيين. ويتعين امتى؟ قبل عقد التأمين، قبل عقد التأمين ولا بعد وقوع الحادثة؟ بعد وقوع الكارثة. فيقال ان الخطر هنا خطر غير معين. أهمية التمييز بين الاثنين ايه؟ أهمية التمييز بين الاثنين في الخطر المعين بيكون الخطر ده محدد من البداية، فممكن نحدد مبلغ التأمين من البداية. يعني مثلا بأمن على عربية أو بأمن على منزل بتحدد مبلغ التأمين من الإيه؟ من البداية. لكن بدمتكم في الخطر غير المعين، هل ينفع تحدد مبلغ التأمين من البداية؟ هو أنت عارف اللي هيتعمل إيه؟ أو الحادثة هتقع بمقدار قد إيه؟ ما بتعينش. أنت ممكن تعين حاجة اسمها حد أقصى. يعني انا بقول لك مثلا انا بامن ضد خطر حريق البضاعه اللي في المخزن بحد اقصى 100,000، والله اتحرقت بضاعه في حدود 50,000، هاخد كام؟ هاخد ال 100 ولا اخد ال 50؟ تاني، انا ممكن في الخطر غير المعين امن على البضاعه بمبلغ
مش مبلغ محدد وانما بحد اقصى، بقول لك بحد اقصى من 1000، يعني ممكن يدفع اقل، لكن هل ممكن يدفع اكتر من 100؟ لا. فحصل خطر للبضاعه وتبين ان الخطر ب 50 اخد ال 50، تبين ان الخطر ب 70 اخد ال 70، تبين ان الخطر ب 100 اخد ال 100، تبين ان الخطر ب 150 اخد كام؟ اخد ال 100 بس. ده انهي خطر، المعين ولا غير المعين؟ غير المعين. خلي بالكم التفرقه هنا دقيقه، في فرق بين الخطر المعين والخطر غير المعين. الخطر المعين بيبقى متعين من البدايه محل الخطر ومتعين المبلغ، يعني حدثت الحادثه انا هاخد المبلغ بتاعي، ما تقوليش لا اقل ولا ايه ولا اكتر. النقطه الثانيه في الخطر غير المعين، في الخطر غير المعين الطبيعي والمنطقي ان انا هل بعين محل التامين من البدايه؟ لا، بعد حدوث الايه الكارثه. فالخطر غير معين وانما هو قابل للايه للتعيين. طيب هنا هل هحدد المبلغ؟ مش هحدده، ممكن احدد حد اقصى للايه للمبلغ. حدثت الكارثه اخد اقل من الحد الاقصى، اخد الحد الاقصى، لكن ينفع ازيد عن الحد الاقصى؟ لا. يبقى انا اخدت ايه في المحاضره دي؟ انا اديتكم فكره عن العقود بصفه عامه وفكره عن عقد التامين، وبعد كده اخدنا ثلاث موضوعات في عقد التأمين. وطبعا التأمين مرتبط ببعضه، علشان كده الناس اللي كانوا متأخرين عمرهم ما يفهموا ولا كلمة من اللي انا قلته بعد ما دخلوا. انا عرفت ليه انا ما بدخلش حد بعد انا ما ادخل. لازم تيجوا بكرة يا جماعة، انا هدخل بكرة 10:30. فانتوا احرار. يعني الناس اللي هم اتأخروا جربوا، هل تبقى العملية مفهومة ولا غير مفهومة؟ احنا خدنا ثلاث موضوعات، شروط الخطر وانواع التامين من حيث الثبات والتغير وتعيين محل التامين. اهم موضوع فيهم اللي هو الموضوع الاول. هنلتقي بكره 10:30. Let's go.